بص دلوقتي على الكالر ميكسر، زي ما قلت لكم من شويه الكالر ميكسر في تفاصيل كتير. لو ظاهر البيم بتاعته من ويندو تمام، ودور على كالر ميكسر تمام، هتلاقيها فين اهي تمام، وجنبها في اختصار اللي هو شيفت بلس 9 بلس اف 9 تمام. لو ظاهره هتبقى عندك في البينت، لو مش ظاهره هتبقى شكلها كده، هي غالبا هي موجوده. هروح على الكالر ميكسر وهنبص على التفاصيل بتاعته. الاول الكالر ميكسر فيه كذا مود. اول مود فيهم لو انت عامل كليك على الفيل هو هيبقى مختار لك الفيل، لو عامل كليك على الستروك هيبقى مش هيتغير تمام. ادي الستروك ما تغيرش، اللي انا بغيره الفيل، يعني لو انا عملت كده تمام الفيل هو اللي هيتغير. انا غيرت لون الفيل بس الفيل ما اتغيرش لان ما كنتش عامله سيليكشن، لكن لو هعمل كده ادي الفيل اتغير. طيب الكولر ميكسر، ما احنا عندنا واحد هنا وعندنا واحد هنا، ده ليه؟ هقول لك ده ليه. عشان في كذا فاليو انت تقدر تغيرها في الكولر نفسه. يعني لو انا اخترت ده اللي هو الفيل بتاع الشكل الخماسي ده، وغيرت الفاليوز بتاعت الالوان بتاعته زي ما انت شايف في مستطيل صغير كان بيورينا التعديل، يعني اللون الاساسي في النص واللون اللي هيتغير في النص اللي فوق. هقوله لك تاني، ادي اللون الاساسي واللون اللي هيتغير، اللون الاساسي اللي هو تحت واللون اللي هيتغير اللي هو فوق تمام. ومش كده وبس، لا ده انت عندك كالر ويل، شايف الكروس اللي فوق ده، مطرح ما بتكليك بيه في مكان بيغير لك الكالر اللي انت عايزه. ومش كده وبس، لا ده انت تقدر تغير الالفا، قلت لكم الالفا اللي هي درجه البرايتنس تمام، او درجه الشفافيه، هي دي درجة الالفا بتاعته. طبعا هو مش باين دلوقتي، لكن لو عملنا كليك مكان فاضي بقت اتغير لونه لان الالفا ما بتبانش قوي وهي معمول لها سيليكشن. طيب هنا هنفتكر حاجة مهمة هفكرك بيها بسهولة كده قوي. لو انت عايز تخلي الكالر ده، الكالر بتاع الاحمر ده هو نفس الكالر بتاع اللون البيج ده، البيج ده في الكالرز مش هتلاقيه موجود لان ده يعني سبيشال كولر، كولر احنا عاملينه ما هوش في الالوان الرئيسيه اللي موجوده هنا. انت هنا مش هتلاقي غير الالوان الالفا بتاعتها 100% اهي 100% تمام. لكن اللي احنا مختارينه، بص الكولر سواتش، بص عملت ايه، الاي دروبر تول ظهرت فوق اللون اللي احنا عايزين نختاره. طيب لو انا اخترت اللون ده ورحت رايح على الشيب ده تمام، والباكت لسه فاضل زي ما هو، اوكي هنا الاي دروب اشتغل. نرجع تاني للكالر سواتشز. الكالر سواتشز ممكن تسيبك تعمل حاجات تانيه زي ان انت تغير الفيل وتغير الستروك. طيب انا عايز اكليك على الستروك، يديني الستروك اهو الكالر بتاعه كامل تمام، والالفا بتاعته 100%. لو انا غيرته كده تمام، بغيره للون تاني تقريبا اهو، تاني نرجعه اسود عشان يبان تمام، وبرده من هنا هقدر اغير الكالر بتاعه، وزي مطرح ما هسيب مطرح ما هيتغير. طيب ايه تاني ممكن نبص عليه هنا؟ احنا قلنا ان الفاليوز دي ممكن عن طريق تغييرك ليها، يعني بتغير بص الكروس اللي ماشي في وسط الويل بتاعت الكالر، الكالر ويل اللي هي الجزء اللي شبه قوس قزح ده تمام، هي عماله بتتغير مع الفاليو دي، وهتلاقيها بتتغير في الفاليو بتاعت الريد بس، لان دي مكتوب جنبها ار تمام. الار يعني الريد، اختار في الريد تمام. يعني انا لو خليت دي كلها نفس الرقم ده اخذت الابيض،
255 كل الالوان بيعني اللون الابيض. طب لو خليتهم اصفار زي ما انت شايف كل ما بغير واحده الكالر بينط المكان تاني خالص. اوكي بقى اسود. يعني احنا عندنا من 0 ل 256 في كام؟ في 3. يعني دول الار جي بي، الار ار فور ريد، جي فور جرين، بي فور بلو، يعني ريد جرين بلو. ادي الجرين اللي احنا بنلعب فيه، وادي الريد اللي احنا بنلعب فيه، وادي البلو اللي احنا بنلعب فيه. تمام. الالفا احنا قلنا بتغير درجه الشفافيه، وزي ما احنا شايفين في رقم هنا. يعني انت لو بتشتغل شغل بريسايز قوي ممكن تحافظ على الشيبس اللي انت بترسمها عن طريق ان انت ترسمها وتحط الرقم ده كوبي بيست. هي بتقبل برضه حكايه الكوبي وبيست من هنا، كوبي وبيست للرقم بتاعك. طيب لو الكلام ده مش عاجبك وعايز تبص على مود تاني، في كذا مود في الفيل. السوليد اللي هو اللون هيبقى مصمت، اللون الفيل بتاعه نفس اللون. يعني اللي هنختار ازرق هيحط لنا ازرق. ممكن نزود البرايتنس بتاعته ونزود نزود الساتوريشن بتاعه، او يعني ازرق ازرق غامق، ازرق فاتح، ازرق شفاف. طيب اللينير ده المود ده اللي هو لينير. لينير يعني خطي. عشان نشوف الجزء اللينير ده تمام هنلاقي ان هو اختار لنا لون بيبتدي من هنا من الجزء المعتم لحد الجزء الشفاف. تمام. لان هو بيملى في شكل لينير. طبعا انا مختار ستروك تمام عشان الكلام ده يبان. هسلكت الحاجات دي كلها وهعمل ديليت وهوري لك مربع هنعمله دراج زي ما احنا شايفين، لان هو اخد الاختيارات اللي كانت موجوده في الكالر سواتشز. خد البيج اللي الالفا بتاعته واطيه، وخد الجزء اللي هو الستروك اللي هو لينير ستروك. تمام. لو عملت كليك على الستروك هيبان لنا ان هو لينير ستروك. تمام. ده لينير ستروك بيبتدي من الاول من هنا غامق وبينتهي من هنا فاتح، وفي جزء تاني كمان هنا بس لونه شفاف فانت مش شايفه. لو انا هغير الفيل ده بدل لينير اخليه سوليد، اي نوع من السوليد اهو بان. طب لو عملت كنترول وزد تمام هيدينا الخلفيه اللي مش باينه اللي هي لونها شفاف. طيب الكالر سواتشز دي او الاجزاء الصغيره دي تمام اللي بتعبر عن اللون الاولاني واللون الاخراني ممكن يتحركوا زي ما احنا شايفين عمال بيدراج الستروك لورا. هو مش بيدراجه لورا ولا حاجه، هو بيخف درجه اللون بتاعته. طيب نجرب بالعكس كده، لو جبتهم فوق بعض هيعمل فيل كامل. لا ما عملش فيل كامل، هو عمل فيل كامل للابيض. تمام. زي ما احنا شايفين ان هو عمال بيغير درجه اللون. تمام. واحنا ممكن ندراج ده هنا وندراج ده هنا، وممكن نعمل حاجه ثانيه كمان، ان احنا ممكن نيجي هنا في النص في مكان فاضي هتظهر علامه البلس، كليك عليها 2. انت عايز لون تالت؟ عايز لون تالت لونه جرين. اوكي حاطلي جرين ما بين الوايت والبلاك. طيب الكالر ده مش عاجبني، كليك عليه. تمام. عايز لون تاني الاصفر ده، فبقى عندنا المستطيل العجيب ده اللي فيه كل الالوان. انت ممكن تضيف هنا لحد 16 لون. يعني ممكن اعمل كده 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 تمام، وممكن اغير كل واحده من دول اخليها لون شكل، فهيبقى عندنا ريمبو محترم او قوس قزح تحفه في فيل، قصدي في ستروك. انا بلعب معاك يعني بجرب، لان انا عايزك تجرب معايا اللي انا بعمله، لان الموضوع ده هيبان الايفكت بتاعه قوي وانت بت
بترسم وهتلاقي الموضوع ده مهم قوي بالنسبة لك وانت بترسم، عشان هتلاقي حاجات انت مش قادر تعبر عنها، ان انت تضيف يعني تعمل كوبي وبيست للحاجات عشان تلونها. انت اللون ده انت مش هتعرف تطلعه، مش هتعرف تلون ستروك لوحده. يعني لو جبنا ستروك اي ستروك، هسلكت هديليت، هجيب اي ستروك، هعمل مربع مثلا، الستروك بتاعه كبير شويه، هو برضو واخد لنا اخر حاجه اهو. الكلر بتاع الستروك هيبقى من اللون اللي احنا كنا عاملينه واخدينه في الكلر سواتشز، واللون بتاع الفيل هيبقى واخده من اللي احنا اللون اللي احنا كنا عاملين الالفا بتاعته. طيب انا هغير ده، هغير اخليه نان، تمام. وانا عندي ده هخليه مثلا البلو ده، تمام. وهعمل كده وهسلكت ده، بخلي الحجم بتاعه كبير قوي زي كده، كبير اكتر من اللازم كده، كويس ده واضح. لو انت عايز تغير الالوان دي، اكتر حاجه ممكن تعملها ان انت تعمل سيلكت وتيجي على هنا، تروح عامل كده، تيجي هنا تروح عامل كده، سيلكت كله مثلا وتخلي النون، فكده راح اعمل لك الشيب اللي انت بتتكلم عليها. لكن بالطريقه الثانيه عمل لنا الالوان اللي احنا عايزاها. طيب في تول احنا مرتبطه بالكولر سواتشز، لما بتشتغل في المود بتاع اللينير والريديال، يعني السوليد احنا قلنا اللي هو اللون المصمت، واللينير احنا قلنا من شويه، هنيجي على الريديال. الريديال زي ما احنا شايفين بيبتدي النقط من يعني في شكل دائري، بدل ما هو شكل خط، يعني يبتدي من نقطه في اول المستطيل لاخر النقطه اللي في اخر المستطيل الوان، تمام. بيبتدي من النص او من الحرف وينتهي للنص او العكس. طيب عشان نشوف الجزء الريديال ده، نرسم دايره، تمام، وهنشوف هيعمل لنا فيها ايه. هو طبعا الدايره ده الفيل، انا خلي فيل نون، تمام. كنترول اي ديليت، كنترول في، ده الرقم اللي كان، معلش انا اسف. هناخد دايره، تمام، وهسلكت الفيل كولر واخليه ريديال، او خلينا اللون الريديال اللي احنا كنا عاملين له ديفاين قبل كده. برضو زي ما اتفقنا، انت مش هتقدر تعمل الالوان دي بشكل مانيوال، فلازم لازم تشيل الالوان دي، عشان مثلا لو كنت عايز تحدد لونين عشان نضيفهم بندوس اول ما البلاس تظهر نضيف، عشان نشيلهم كليك ودراج في الفاضي، تمام. انا هعمل سيلكت اهو، هشيل الكلر ده، الكلر ده، الكلر ده، اوكي. خليها لنا اللونين الريديال زي ما احنا ما شفناهم. طيب الريديال عشان نتحكم فيه واللينير عشان نتحكم فيه، في الجزء ده اللي هو جريديانت ترانسفورم تول، تمام. اول ما كلكينا عليها اديت لنا الاوبشن دي. الاوبشن دي نقطه السنتر بتاعه الشيب او بتاعه الكولر، زي ما احنا شايفين بندراج كاننا بندراج اللايت او بندراج النور، فبيدينا افكت ان ده يعني لبس شويه، تمام. زي ما انت عايز تحرك بيهم، بيغير الزاويه بتاعته، بيغير الدرجه بتاعته، تمام. وبرضو على اللينير بيشتغل، ندوس كنترول واي ديليت، وناخد ناخد ده نعمله كده، نروح على الفيك كولر نخليه لينير، ادي اللينير،
تمام. بقى عندنا لينير كليك برضو ادينا نفس الاوبشن اللي كان موجود قبل كده ان هو يقدر يحرك لنا الزاوية اللي جاي الضوء منها. ده هيديك شغل كويس قوي لو بتعمل حاجة 3D او فيها colors كتير، هيساعدك جدا. تمام. في حاجة تانية اللي هي في موديل اللي هو اللينير، شايف الخط الاحمر ده الاوفرول؟ انت عايز الاوفرول يبتدي يكرر نفسه بعديه، ولا يبقى الاوفرول الفاتح في وسط الفاتح، ولا الاوفرول فاضي؟ تعالوا نشوف هي برضو بتعمل ايه. لو عملنا دراج لده لحد هنا تمام، وغيرنا الكالر ده يبقى فاتح كده شوية، هنا عندنا الاوفرول بينتهي فين؟ طيب نشوف، تعالوا نشوف الاوفرول لو عملنا المود ده كده عمل ايه. كرر لنا نفس الالوان تاني في نهاية، بعد ما يخلص افتح درجة يبتدي من اغمق درجة تاني، يعني هو هنا فاتح غامق قصدي لحد النص في الفاتح، وبعد كده يروح مكمل تاني عكس النظرية. طيب هنا هيكررهم في ديل بعض، هنبص على الحاجات دي بشكل مكثف قوي واحنا بنشتغل في الكيس ستادي اللي احنا هنبتدي بيها مع نهاية الحلقات ان شاء الله.